مستمعينا متابعي طقس العرب في الأردن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال فترة السحور بإذن الله، حيث تتفرق بعض الغيوم 18 درجة مئوية متوقعة، الملموسة 17، الرطوبة 53%، أما الرياح تكون خفيفة السرعة. ننتقل الآن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة ليوم السبت بإذن الله، حيث تتأثر المملكة بمنخفض جوي وانخفاض كبير على درجات الحرارة مقارنة بالحرارات المسجلة خلال يوم الجمعة، إرب 18 إلى 12 مع فرصة زخات رعدية من الأمطار، المفرق 21 إلى 12، جرش 19 إلى 10، عجلون 16 إلى 10. المنطقة الوسطى أيضا زخات رعدية من الأمطار متوقعة في عموم تلك المناطق، وانخفاض كبير على درجات الحرارة، البلقاء 20 إلى 13، عمان 18 إلى 11، الزرقاء 20 إلى 13، مأدبة 20 إلى 11، البحر الميت 28 عفوا إلى 19. المنطقة الجنوبية أيضا الكرك زخات من الأمطار متوقعة 19 إلى 10، الطفيلة طقس غائم جزئي 20 إلى 10، أما الشوبك ومعان والعقبة رياح نشطة وأتربة مثارة متوقعة، العقبة تسجل 30 إلى 19 درجة مئوية. المنطقة الشرقية أيضا رياح نشطة وأتربة مثارة متوقعة، رويشد 28 إلى 12، الصفاوي 26 إلى 12، أما الأزرق 25 إلى 13. إلى اللقاء.